وللبحث في حيثيات تطورات الملف الأوكراني ينضم إلينا من سان بطرسبرغ الخبير بالشؤون الروسية مسلم شعيتو، ومن نيويورك الكاتب والمحلل السياسي أحمد فتحي. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ معك سيد أحمد. اليوم الرئيس بوتين تحدث باستفاضة عن الأزمة الأوكرانية من جديد، هنالك دعوة لوقف إطلاق النار والحوار. من مصلحة أوكرانية بحتة إذا أردنا أن نتحدث، ما الذي يمنع سلطات كيف باتخاذ هذا القرار؟ الموضوع بدأ وصل إلى درجة من التعقيد والتدخلات الدولية والإقليمية، مما يجعل السلطة في أوكرانيا الممثلة في الرئيس بوروشنكو والحكومة الحالية في وضع لا يمكنها من اتخاذ هذا القرار. يجب أن نقر منذ البداية أنه يوجد في المجتمع الدولي إصرار على المحافظة على وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وهذا المبدأ اتفقت عليه روسيا في بداية الأزمة. ولكن إذا نظرنا في ضوء تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة، أن هناك ما يعني إشارات في هذا الخطاب المراقبين الغربيين يتوقفوا أمامها طويلا، مثل إشارته إلى مصطلح روسيا الجديدة نوفوراسية، ومثل توجيهه للنداء إلى القوات الانفصالية المجموعات الانفصالية في فتح مجال آمن للقوات الأوكرانية من أجل أن يمكنها من الانسحاب. هذه دلالة من وجهة النظر الغربية تدل على أن الخيوط العملية وخيوط تحريك هذه المجموعات يقبع في الكريملين وليس على الأرض في الدنباس أو في المناطق الأوكرانية. لنسمع رأي سيد شعيتو بهذا الشأن. سيد شعيتو، هل توافق على مثل هذا الطرح، وبأن روسيا هي من تتحمل مسؤولية تصعيد الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا؟ بالطبع نحن لا نوافق على هذا التحليل وهذا الاستنتاج، خاصة وأننا نحن نعرف تماما التاريخ العريق ما بين روسيا وأوكرانيا، حيث كانت هناك تقاليد وقيم ولغة ومشتركة منذ آلاف السنين، بالإضافة لأننا نعرف كمان تماما أن روسيا كانت تمتد حتى البحر الأسود والكرم، ونعرف أن روسيا تبنت المسيحية في ضواحي كييف التي كانت تعتبر روسيا القديمة وما زالت تسمى حاليا روسيا الحديثة. بالإضافة لأنني لا أوافق تماما على هذا الاستنتاج أن روسيا هي التي تحرك ماذا يحدث في شرق وفي شمال في شرق أوكرانيا. بالعكس تماما، نحن نعرف أن هذا الجيش الأوكراني الحالي الذي يقصف المدنيين الذين عبروا عن تطلعاتهم بواسطة استفتاء سلمي ولم يكونوا مسلحين، إنما هم يدافعون عن أراضيهم. ونعرف تماما أن التدخل الغربي والتدخل الأمريكي تحديدا هو من دفع بهذا الانقلاب الغير شرعي، وتنكرت له حتى الدول التي وافقت على ما تم اتفاق عليه في فبراير وفي نيسان من السنة المقبلة. طب بالعودة إلى المناشدة الروسية بإخراج المئات من الجنود الأوكرانيين من تحت الحصار، سيد أحمد، لماذا ترفض سلطات كييف هذا العرض، ويعني قيام وحدات الدفاع الشعبي بالسماح بفك الحصار عن هؤلاء الأوكران؟ ألن يمثل ذلك المزيد من انعدام الثقة بين الجيش الأوكراني والحكومة في كييف؟ الحكومة الأوكرانية أو النظام الأوكراني لديه التزام قانوني ووطني بالدفاع عن سلامة أراضي الدولة الأوكرانية في إطار حدودها المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والتي تشكلت في أعقاب انفكاك أو انفصال تفكك الاتحاد السوفيتي السابق. يوجد التزام من جانب الحكومة الروسية في إطار مذكرة بودابست التي احترمت هذه الحدود، ولكن مع ضم شبه جزيرة القرم واستفتاء 18 مارس الذي لم ينل الشرعية الدولية وتصاعد الأمور فيما بعد،
وصلنا إلى نقطة مغلقة. نعم. هل دائما تعيدني إلى المرحلة السابقة، لكن الآن نحن أمام أمر واقع، وهنالك جنود محاصرين في جنوب شرق أوكرانيا، وهنالك عرض يعني بفتح ممرات إنسانية لهؤلاء. لماذا ترفض سلطات كييف مثل هذا العرض لإنقاذ جنودها؟ أنا لست خبيرا في الشؤون العسكرية، ربما لدى حكومة كييف خطة أخرى. يجب أن لا ننسى أن حكومة كييف لديها إمكانيات متمثلة في سلاحها الجوي، بينما الانفصاليين على الأرض يعني إمكانياتهم في الدفاع الجوي تتلخص في المدافع المحمولة، والتي لا تستطيع في معظم الأحيان التصدي لكل الهجمات. سيد شايتو، هل برأيك هذا هو السبب، سبب استراتيجي بحت، أم يعني سلطات كييف لا تأتي بمثل هذه القرارات من كييف وحدها، وإنما بتدخل دولي؟ نحن نعرف أن هذا التحليل هو تحليل عسكري مغلوط تماما. المسألة هي مسألة سياسية. الإدارة في كييف، أو بالأحرى حكومة كييف الإنقلابية، تسعى جاهدة لزيادة التوتر في كل أوكرانيا وبالتحديد في شرقها، من أجل عدم فهم ماذا يجري، لأن الاستقرار الذي تدعو له روسيا في أوكرانيا، وتحديدا الاقتراح الذي طرحه الرئيس بوتين بالانسحاب السلمي ودفع أوكرانيا إلى الهدوء، ونحن نعرف تماما وروسيا تعرف والعالم يعرف أن الهدوء في أوكرانيا يدفع الشعب الأوكراني إلى التفكير جديا وإلى معرفة الأسباب الحقيقية لما يحدث، ويدفعه إلى الانتفاض على هذه الحكومة الإنقلابية، ويدفعه إلى التعاون المباشر حتى مع كل جيرانه منها روسيا وغيرها. إن هذا هو تحرك سياسي واضح تماما لزيادة التوتر، وأكبر دليل على أنهم لا يستطيعون ولا يسمحون لقواتهم بأن تنسحب، فقط يجب أن تقاتل. وكما قال الرئيس بوتين، أن الأوروبيين دائما يقولون دعوهم يطلقون النار قليلا، وكأن هذه تسلية في منطقة مسكونة. نقطة هامة، وهذا يقودنا إلى السؤال التالي. كييف رفضت مبادرات عديدة، وقف إطلاق النار، والبدء بالحوار من جديد، موضوع الممرات الإنسانية، موضوع المساعدات الإنسانية وضعت أمامها عراقيل. كل هذا ألا يؤكد أن يعني أوكرانيا تتحول بالفعل إلى ورقة بأيدي القوى الدولية فقط للضغط على روسيا، وليس لحل حالة الأزمة الأوكرانية؟ نحن نعرف تماما. عفوا، السؤال لو سمحت لي، السؤال للسيد أحمد، تفضل. العملية منذ البداية، يعني هذه الحلحلة يجب أن نضع معايير أساسية. أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة، لها وحدة إقليمية واحدة وحدود معروفة، والحكومة الأوكرانية هي من تمتلك القدرة والقرار على القيام بهذه ما يضمن من الإجراءات، اتخاذ من الإجراءات ما يضمن سلامة الوحدة الإقليمية لهذه الدولة. ثانيا، بالنسبة للمحادثات والاتفاقات، نتذكر في شهر مايو الماضي عندما اجتمع السيد لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي كيري وكاثرين أشتون ووزير الخارجية الأوكراني، وتوصلوا إلى اتفاق، وكان من المفترض أن يكون المراقبين العسكريين لمراقبة هذا وقف إطلاق النار من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. ماذا حدث لهذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق لا يمكن تطبيقه على الأرض، وتم اختطاف المراقبين العسكريين، وجرت مفاوضات من أجل الإفراج عنهم فيما بعد. فبالتالي لا يوجد كيان له مشروعية أو مصداقية من المجموعات الانفصالية ما يمكن التفاوض معه. الحكومة الأوكرانية من حقها طبقا للقانون الدولي أن تتخذ من الإجراءات ما يكفي للحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها. فيما يتعلق بما وصلت إليه الحلول الآن، يبدو أن لا ثمة انفراجة قريبة سيد شعيتو، وهنالك حديث عن عقوبات جديدة ستفرض على روسيا. هل نتوقع مرحلة جديدة من عقوبات وعقوبات مضادة الآن؟ بالطبع، إن من فعل الأحداث في أوكرانيا وأوصل الأمور إلى هذا التصعيد من الغرب ووراءهم الولايات المتحدة، حكما الهدف هو روسيا وليس أوكرانيا.
إنهم يسعون دائما إلى الضغط على روسيا من كل الوسائل والتدخل في شؤونها الداخلية، ومنها الحصار الاقتصادي برأيهم أنه يدفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار. ونحن نعرف تماما أن الرئيس بوتين عودنا دائما إلى المفاجآت الإيجابية في كل تاريخه في الصراع السياسي مع الغرب، وإذا تذكرنا من أحداث جورجيا وصولا إلى أزمة الشيشان إلى ابتداع الحل في سوريا السنة الماضية، هو حاليا قام بالرد على أوروبا بوقف الاستيراد منها لسلع متعددة ولدول أصبحت بحالة اقتصادية يرسلها. هذا الحصار نعم سينعكس سلبا على روسيا في الوقت القريب أو في المدى القصير، إنما هناك تطور إيجابي يدفع الاقتصاد الوطني الروسي إلى الإنتاج وإلى الصناعات الداخلية وإلى الاكتفاء الذاتي. نعم هناك تصعيد واضح من القوى الغربية بدعم وبتشجيع من الولايات المتحدة. والسؤال إذا كان الأمر كذلك ماجد، وهذا التصعيد سيد أحمد، حتى الآن هذه العقوبات لم تثمر إلا بإجراءات مضادة من قبل الجانب الروسي، بالتالي ما الجدوى من هذه العقوبات إن كان من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي؟ العقوبات الاقتصادية كما ذكرنا في السابق أن هي موجهة أو مفروضة على قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي، مثل قطاع البترول وقطاع الصناعات العسكرية على سبيل المثال للحصر. وأن الرد الروسي المقابل هو في منع استيراد سلع غذائية وفواكه وخضروات إلى آخره. هذه يعني بنود يمكن تغطيتها من السوق المحلي والعالم مالي. لكن السؤال ماجد، وهذه السياسة، أنا لا أتحدث فقط عن القرارات بحد ذاتها، الغرض منها هو وضع قيود على الاقتصاد الروسي، ونرى أنه يوجد تأثير يعني على المدى القصير في قيمة الروبل الروسي وانخفاض قيمته، وهذا يضع فاتورة أعلى للاستيراد السلعي أو المواد الخام أو الإنتاجي اللازمة للآلة الصناعية الروسية. كنت أقصد الجدوى السياسية. بكل الأحوال انتهى وقتنا، أشكر من سان بطرسبرغ الخبير بالشؤون الروسية السيد مسلم شعيتو، وأيضا من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي أحمد فتحي.